طبعا اليوم تزامنا مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يصادف 21 كما نصت عليه اليونسكو، تحتفي رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا جهويا بتنظيم ندوة فكرية عن التنمية الثقافية الإفريقية، الجذور والتحديات في الثقافات العابرة للحدود. طبعا هذه أرضية اشتغال طبعا تنتهي إن شاء الله بتوصيات مهمة ومخرجات ستكون بمثابة يعني أفق الاشتغال الفعلي لمجموعة من الفعاليات الجمعية وفعالات الجمعوية. وبالتالي نعتبر أن هذه الندوة الفكرية جاءت في زمنها وفي راهنها، لأننا نواكب الخطابات السامية ونواكب الاستراتيجية العامة للبلاد في الانفتاح على الامتداد الإفريقي. رحال في السزاك، لأننا مقتنعين جدا بأن هذه المنطقة التاريخية التي تجر الذاكرة العميقة في البعد الوطني وفي البعد الثقافي وفي البعد التراثي تستحق بالفعل أن نقطع هذه المسافة من الرباط ومن كافة المدن الإفريقية لكي ننظم هذه الندوة التي عنوناها بالثقافة التنمية الثقافية، الثقافة والتجارب العابرة للحدود. نختار السزاق لأننا مقتنعين بثقافة أهل أسا، ومقتنعين كذلك بأن أسا تشكل نقطة جوهرية وأساسية في جهة قلميم وبنون وفي بوابة الصحراء نحو العيون ونحو الدخلة ونحو مدن إفريقية. فتعرفون أن بين أسا وإفريقيا مسافة قليلة جدا، ولكن ينبغي أن نفتح الجسور كي نقلص من الكيلومترات البعيدة. فهذه المسافات تحتاج بطبيعة الحال إلى التذكير، والمثقف هذه مسؤوليته أن يسائل الذاكرة وأن يذكر كافة المختصين بتجميل المجال وبصناعة المجال وبتنمية المجال عبر الاقتصاد، أن هذه المدينة تستحق التفاتة حقيقية وتستحق أن تكون موقعا استراتيجيا في المنطقة، لأنها بالفعل هي موقع استراتيجي، ولكن العناية بها سيكون مجالا حيا للتوجه جنوب جنوب وللتوجه إلى عمق إفريقيا، وذلك هدفنا باسم التشارك الذي نرفعه كمغاربة وليس باسم التحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يدعم المجلس الإقليمي للسزاك هذا الحفل الذي هو بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل وجماعة أسا بالتنسيق مع عمالة إقليم السزاك، مع رابطة يعني مغربيات يعني مع رابطة يعني مغربيات يعني وإفريقيا يعني كاتبات إفريقيا والمغرب في أيام ثقافية، وهي يوم 21/22 هذه الأيام التي يخلدها إقليم السزاك ككل، وهي تصادف احتفالات يعني إحداث عملة إقليم السزاك.